هيطط خلاص صدر قرار الشعب وانتهى الامر الى انه سيفض. امال هتعمل ايه؟ هتجيب مسدس البابلز؟ يعني هنرش جليتر؟ اتفض هيتفض خلاص. والفض حصل. في البدايه كانوا 50 100 200 300 400 500 600 700 800 كفايه. اعتقد الاتصام الفض تم على احسن ما يكون ويحمدوا ربهم على كده قوي يعني. حقيقي لو كنت رئيس فعلا كنت هتعمل فرق كبير في مصر يعني، احنا خسرناك. المعايير الدوليه يمكن ان اقول مجازا طبق منها 60 او 65% عندما تم فض الاعتصامين، نسبه طبعا ممتازه. هي فعلا نسبه ممتازه جدا تدخل حقوق قسم وساخه. في ميدان الرابعه كان موجود 5000 قناصه موجودين بيضربوا ماشي، فانت بتتكلم في عدد 50 واحد قتيل، بتتكلم في 1% يعني. ما تعدهاش، انت سمعت صح، هو بيقول من الرابعه كان فيه 5000 قناص. ضبط عدد كبير من مثيري الشغب وحائزي الاسلحه الناريه التي بلغت عدد 10 بنادق آلية. 5000 قناص ب 10 رشاشات، يعني كل 500 قناص معاهم رشاش واحد، مع ان الرشاش اصلا مش سلاح قنص. الميدان السماوي في بكين اقسام طلبه موتوهم تحت الجنازير. بس الصين من وقتها وهي يعني وهي ايه، ما هي متطوره واخر حلاوه ايه، ودلوقتي يعني تقريبا اقوى اقتصاد في العالم. زلت لسان طلعت الفاشل اللي جواك يا جميل، بس ممكن تعمل ريفرسايه كده وتظبط. اظبط بس احنا مش عايزين كده. ايوه كده. على العموم احنا ما رحناش بعيد، فض اعتصام رابعه بقى في المركز الثاني بعد فض اعتصام ميدان السماوي بكين على طول. وادي قوى الامن الانجليزيه ازاي بتتعامل مع فض الاعتصام. لو حدث ربع ده في اي دوله اوروبيه، وده حصل في فرنسا وحصل في انجلترا وحصل في امريكا وحصل في كل دول العالم، واستخدم السلاح ضدهم. والله لو تم استخدام القانون الانجليزي ولا الامريكي لكان اضعاف. لما انجلترا كانت بتفض الاعتصام كم واحد مات هنا؟ هو ولا واحد. بصوا، انت خلال السنتين اللي فاتوا تحديدا من ايام محمد محمود كان الكل بيستخدم عباره ديفيد كاميرون الشهيره جدا، عندما يتعلق الامر بالامن القومي فلا يسالني احد عن حقوق الانسان، بلا 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 بلا. خلاص سمعتها كم الف مره على لسان كم الف بني ادم، فيما من اول مجلس الشعب لحد الفضائيات في كل مكان يعني. انك تلاقي واحد يجيب المصدر بقى بتاع الكلام ده، يجيب التصريح، يجيب فيديو، ابدا. خلينا نشوف ديفيد كاميرون قال ايه بوضوح. واخيرا لقينا حد بيجيب مصدر يحطه قصاد الناس عشان يوعيهم. Picture by picture these criminals are being identified and arrested and we will not let any phony concerns about human rights get in the way of the publication of these pictures and the arrest of these individuals. اذا حقوق الانسان المزيفه هي اللي تمنع بلد عن حمايه شعبها وتمنع بلد عن العصف بالمجرمين والارهابيين. الراجل بيتكلم في صور، ابراهيم عيسى بيتكلم في حاجه ثانيه خالص. يعني عشان بس نراجع الموضوع واحكيه بسرعه يعني. كانت موجه كده يعني، موجه شغب، ملهاش اي مسمى ثاني غير انها موجه شغب وسرقه صريحه. الخناقه بقى كانت على ايه؟ ان هم بيصوروا العيال دي وهي بتسرق. فديفيد كاميرون بياخد الصور وينشرها عشان يعتقل العيال دي. خلاص يقبض عليهم، حراميه. الخناقه بقى بتاعت حقوق الانسان على ايه بقى؟ تخيل يعني، انت مش من حقك تنشر الصور. الخناقه الناس بتتخانق تنشر الصور ولا لا؟ يعني الناس بتتكلم في ليفل احنا لسه ما وصلناش اصلا، يعني مش بتاعنا. ابراهيم عيسى ها خد الليفل ده تحت خالص، نسحقهم. ده من كتر ما ديفيد كاميرون مش عايز يأذي الناس ديت، مش عايز يستعمل خرطوش، مش عايز يضرب، مش عايز يقتل حد. الصحافه وحتى على اليوتيوب هارو قالش حتى على المؤتمر الصحفي ده. We will make sure that court procedures and processes are speeded up and people should expect to see more and more arrests in the days to come. I am determined, the government is determined that justice will be done. نسيبنا خالص من ديفيد كاميرون وانجلترا، في دول تانية ممكن نعايرها بفضها الوحشي لاعتصامات مواطنيها. دي إدارة أوباما، دي اعتصامات وول ستريت، واللي أنتم شايفين حضراتكم ده اللي حصل في الولايات المتحدة الأمريكية. اتفرجوا على الامريكان عملوا ايه في ناسهم، ولا سمعنا حقوق انسان ولا سمعنا ده اصله كذا. بصوا بس على المشاهد، عايزكم تركزوا الامريكان بيعملوا ايه في الشعب بتاعهم. ارجوكم يا حقوق الانسان. حاجه تقطع القلب فعلا.
لكن موضوع معايرة الدول بوحشيتها تخطى تماما أباطرة إعلام الزمبلك إلى مستوى أكاديمي رفيع جدا وسياسي محترم جدا. شفت مصطفى حجازي هو بيعلم على مراسل لوموند الفرنسية. Like any sovereign state like you have in France, you would restore to the use or you would reside to the use of all security measures like what happened 2006 I think. ومنتهى الأمانة أما أنا صدقتش وداني وأنا بسمع مصطفى حجازي بيضرب المثل ده لأنه أكيد لا يجهل الحقيقة. أكيد مصطفى حجازي طبعا من الثقافة ومن الدراية أنه هو عارف حقيقة اللي حصل في فرنسا، ومفروض أن مصطفى يعني مصطفى حجازي آخر مثال يلجأ له هو فرنسا، لأنه هو مثال يحتذى به في مدى احترام حقوق الإنسان ومدى حقوق الأقليات يعني كمان. يعني اللي حصل في فرنسا في 2006 أن باختصار شديد يعني أن ولد أن راجل وبنته تقريبا أو ابنه كانوا بيجروا من الشرطة، مهاجرين بيجروا من الشرطة فاستخبوا في كشك كهرباء تقريبا أو في لوح الكهرباء، الكهرباء ماتوا. فالناس حملت الشرطة مسؤولية قتلهم، ها 9000 عربية تقريبا اتحرقوا، 9000 عربية اتحرقوا، تاني 9000 عربية اتحرقوا غير المنشآت. مين اللي حرقهم؟ مهاجرين من أصول أفريقية، مسلمين، عرب، معظمهم أو يمكن يعني جزء كبير جدا منهم هجرة غير شرعية أصلا، يعني مش فرنسويين كمان. يعني بمنتهى السهولة كانت فرنسا تستدعي الشيفونية اللي جواها وتقول لك يعني هبوا يا فرنسيين على الغزاة الجدد اللي بيحرقوا بلدكم، لكن ما حصلش، ما قتلوش حد. الدول دي عامة بتحترم اللي منها يعني مواطنيها، هي ممكن تقتل شعوب تانية خالص، الشعوب دي أصلا يعني زي حالتنا كده، قيمة البني آدم أصلا عندهم هم أقل بكتير قوي، فهم هيحترموك على أساس إيه يعني؟ فأنت ما ينفعش تقارن نفسك إلا بجنوب أفريقيا مثلا. شايف القتل، شوف يعني شوف الجرأة والقسوة والعنف، مش مفرط، العنف القاتل. لكن ما فيش شرطي واحد هو بيرموا الادوات اهي اللي كانتهم شعر بقلق او بتردد او بخوف وهو بيفاوض. بالظبط كده، اخرج جنوب افريقيا. على فكره الحلقه دي كانت قبل فضل الاعتصام، يعني كان في تمهيد للراي العام عشان ما يتصدمش باللي هيشوفه. نرجع لفضل الاعتصام، نسبه وتناسب كده، يعني الارقام بتقول ايه بمختصر مفيد؟ في 4 ماتوا من الشرطه وفي 800 ماتوا معتصمين. يعني قدام كل رصاصة اتضربت على الشرطة في 200 رصاصة اتضربت عشوائي على المعتصمين. في ناس مسلحين بنتكلم في حوالي 10 تقريبا، الطيارة صورتهم ما قتلتهمش، قناصة موجودين ما قتلوهمش. اللي حصل ضرب عشوائي في الناس. هل ينفع بعد كده اتكلم انا بقى عن مهنية، عن ضبط نفس؟ وتم ضبط النفس الى اقصى درجه، وده شفناه كويس قوي في فضل طمي رابعه والنهضه وروح اكتوبر اللي هي اول مره اشوف روح اكتوبر اللي هي في التخطيط. كان عندنا خط برليف في الاعتصام كان عندنا خط برليف في الاعتصام حتى لو انسانيه مش متعاطف على المستوى النفعي، يعني برجماتي النفعي المتعفن يعني السياسي البحت بعيد عن اي انسانيات، انت برضو خسرت قوي. فضل اعتصام رابعه بالطريقه دي في مصلحه الاخوان المسلمين وكاسب الاخوان المسلمين على الارض وزاد شعبيتهم على الارض. ولو انت مش شايف كده يعني شوف في اصحابك كام واحد كان قبل فضل الاعتصام كان مع مين وبعد فضل الاعتصام بقى مع مين. نمره 2، خلق مجموعه عباره عن قنابل موجوده في المجتمع. عندك دلوقتي يعني في ناس بقى في طرها مع المجتمع نفسه، الله اعلم هينفجروا في مين امتى. يعني باختصار كده ممكن تقول ان فضل الاعتصام رابعه ممكن يتحط تحت عنوان كيف تصنع ارهابي يكره الجميع. وعلى المستوى المستقبلي بقى هفكرك بحاجه، في الثمانينات والتسعينات المجتمع المصري عانى من الاسلاميين، ناس تنتسب الى التيار الاسلامي بيفجروه، عمليات ارهابيه صريحه، صح؟ ليه بعد 20 30 سنه اختارهم هم في اول انتخابات نازيه يمثلوه؟ تعرف ليه جابهم تاني؟ عشان القمع. عشان القمع جاب ارهاب، والارهاب جاب قمع، وانا هتعاطف مع المقموع وتدريجيا مع الوقت هنسى. وده اللي بيحصل وهيحصل. من اخر فضل اعتصام رابع، قرار ممكن يكون مظبوط، تنفيذ اجرامي هندفع ثمنه دلوقتي وبكره. على المستوى السياسي والانساني والمستقبلي خسرنا. وفرم يا سيسي ما حلتش، غرستك في الطين.